الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة بملعب الأهلي. الحقيقة النهاردة عايز أتكلم مع حضراتكم في كذا حاجة، وعندنا كلام كتير جدا، وعندنا كلام عن مباريات الدوري العام النهاردة في أسبوع العشرين. المفروض يعني أنه العشرين في طبعا بعض المباريات المؤجلة هتلعب غدا، ولكن الأسبوع العشرين النهاردة كان فيه ثلاث مباريات هنتكلم عنهم تفصيليا مع نجومنا الكبار في الجزء الثاني من هذه الحلقة. ولكن قبل ما أتكلم عن أي حاجة تخص الدوري العام المصري، أنا عايز أتكلم مع حضراتكم أولا عن حاجة اسمها نظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة في المطلق كده يعني إيه نظرية المؤامرة؟ نظرية المؤامرة دي يعني إن الإنسان اللي دايما حاسس بنظرية المؤامرة ده بتبقى حياته كلها صعبة. يعني إيه؟ يعني حياته كلها بيبقى حاسس إن هو دايما مضطهد، دايما الناس كلها ضده، دايما كل حاجة فيه غلط، أو الناس كلها بتعمل كل حاجة عشان يبقى هو وحش. ده المعنى المطلق لنظرية المؤامرة، إن دايما في دماغي أنا حاجة، أنا راجل عندي في حياتي إن أنا دايما بحط نظرية المؤامرة في حياتي. يعني إيه؟ يعني دايما بتخيل إن سعيد في الإعداد مش عايزني أعمل مش عارف إيه، وده عامل لي إيه، وده هنا في الكاميرا حطني الكاميرا غلط، وهنا دي نظرية المؤامرة في المطلق. ليه أنا بقول لكم الكلام ده؟ أنا بس هحكي قصة بسيطة جدا حصلت امبارح. امبارح بعد ما خلصت الحلقة، أحد الأصدقاء القريبين مني جدا يعني، لقيته بيكلمني في التليفون. ازيك يا كابتن إسلام، أخبارك إيه؟ ازيك يا إسلام، يعني وحشني وعامل إيه والكلام ده كله. قلت له ربنا يخليك زي الفل. قال لي أنت مزودها قوي. قلت له مزودها في إيه؟ قال لي أنا اتفرجت على الحلقة النهاردة، الكلام ده امبارح. أنا حاسس، هو راجل أهلاوي بالمناسبة، قال لي أنا حاسس إن النادي الأهلي يعني برضو عشان أنت بتشتغل في قناة الأهلي وعشان أنت قاعد على المنبر بتاع قناة النادي الأهلي فبتتكلم بالشكل ده وبتقول إن النادي الأهلي يعني مختلف عن بقية الأندية. قلت له لا، يعني أنا دي وجهة نظري وأنا شايف كده وناس كتيرة شايفة كده، ويعني حاولت أقنعه بس أنا قفلت معاه، حسيت إن هو ما اقتنعش. المهم صاحبي ده عارف إن إحنا أنا بسهر، ما بنامش يعني بدري، زمان كنت بنام بدري دلوقتي خلاص. فكلمني على الساعة 3:30 كده، فرديت عليه، قال لي بقول لك أنا بعتذر لك، أنا آسف. قلت له اشمعنى؟ قال لي هو أنت اتفرجت على الإعلان بتاع شركة وي؟ أنا هقول معلش يا كامل، يعني أستاذ محمد كامل طبعا رئيس شركة بريزنتيشن، أنا هقول بقى وخلاص. الإعلان بتاع شركة وي؟ قلت له آه، يعني اتفرجت عليه. قال لي أنا اقتنعت تماما بكل الكلام اللي أنت بتقوله. قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني أنا اقتنعت إن النادي الأهلي في حتة وبقية الأندية في حتة تانية. والله ما بتريق على حد ولا قصدي إن أنا أتكلم على حد، لكن أنا كل اللي بتكلم مع حضراتكم فيه ده حقائق بتحصل وإحنا شايفينها، لأن أنا شايف إن ناس، في ناس عايشة فقط في نظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة بس، مش حاجة تانية. زمان قال لك إيه؟ بالمناسبة بقى وإحنا بنتكلم، قال لك أصل شركة الأهرام هي اللي كانت الراعي للنادي الاهلي، وكان الكابتن حسن حمدي، انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه اهو، والكابتن حسن حمدي كان هو رئيس النادي الاهلي وكان رئيس شركه الاهرام للتسويق، وكانت هي اللي بتجيب اعلى سعر للنادي الاهلي. قالوا كده زمان، مش قالوا الكلام ده؟ طيب جت شركه صله وقالوا اصل شركه صله معاها فلوس كتير وبتاع فمش فارقه معاها فبتدي النادي الاهلي. طيب جت شركه برزنتيشن، بعد ما انسحبت شركه صله جت شركه برزنتيشن ب المجموعة اللي متواجدة وخلوا النادي الأهلي أعلى قيمة تسويقية في مصر. هل الناس دي هبلة؟ الناس دي بتشتغل يعني أي كلام؟ ولا عارفين هم بيشتغلوا على أساس إيه؟ وبيشتغلوا إزاي؟ وفي نقط معينة وجماهيرية معينة بتخلي الناس دي تشتغل وتدي النادي الأهلي أعلى سعر تسويقي في مصر في ناحية كرة القدم دلوقتي. الناس دي بتحط حاجات معينة وبناء، أنا معرفش إيه هي، أنا مش راجل دارس تسويق، ولكن في نقط معينة بتتحط بناء على النقط دي بيطلع النادي الأهلي الأعلى تسويق، وبالتالي يستحق ال 500 مليون ولا 600 مليون ولا المليار جنيه اللي اتدفعوا فيه. الناس دي بتشتغلش كده يعني، مش رايحين يشتغلوا إن إحنا والله عايزين نجامل الأهلي فهنديله مليار جنيه. مفيش حد بيعمل كده يا جماعة، حتى لو كان الكابتن خطيب نفسه هو رئيس مجلس الإدارة محدش بيقدر يعمل كده. لكن قيمة النادي الأهلي
واسم النادي الأهلي وجماهيرية النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي هي اللي عملت القيمة التسويقية العالية دي. كون حضرتك عايز تفضل عايش في نظرية المؤامرة انت حر. نظرية المؤامرة زي ما قلت لكم دي حد بيفضل عايش ان هو دايما الناس كلها ضده ودايما الناس كلها عايشة عشان هو وحيد وهو لا يا جماعة مش كده. وبالمناسبة برضو في نظرية المؤامرة دي انا قريت على الموضوع ده، فنظرية المؤامرة دي الواحد بيبقى مش باصص لنفسه، بيبقى باصص للي حواليه. طب ما تبص لنفسك وتحسن من نفسك شوية علشان تقرب من اي حاجة انت عايزها. انا بتكلم في المطلق. فحاجة غريبة جدا، اعلان نزل امبارح لشركة توي في اقل من 24 ساعة الامور تغيرت. الاعلان ده كان محطوط على اعتقد 16 نادي او 17 نادي، يعني برزنتيشن الراعي، ما برزنتيشن اللي بتشتغل مع وي فجايبه وي، فبرزنتيشن جايبه وي لكل الانديه المصريه تقريبا، كل الانديه باستثناء ناديين ثلاثه يعني. ف ده كوم، واللي حصل امبارح ده كوم، واللي حصل امبارح ده كوم. اللي حصل امبارح ده فجاه لقينا اعلان نزل، فجاه لقينا مليون اتنين ثلاثه اربعه. وليه كوسه برضو نظرية مؤامرة برضو؟ أنا بس عايز أفهم. والله أنا ما بتريق على حد ولا بتكلم على حد، أنا بتكلم في الناس اللي عايشة في نظرية. زي صاحبي اللي كلمني ده قال لي والله، بس ده طلع راجل اعتذر قال لي أنا آسف ما تزعلش، صح عندك حق النادي الأهلي فارق. قلت له ليه قلت كده؟ قال لي عشان الإعلان ده لما شفته نزل، ما هو بقاله سنة محطوط على كل أندية الدوري، إيه اللي حصل في السنة دي وإيه اللي حصل في يومين؟ فارق كبير جدا جدا جدا، فارق كبير جدا 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 في اللي احنا بنتكلم فيه. والفرق واضح، مش محتاج ان انا اقعد اقول كل ده، لكن دايما انا لما باجي اتكلم لازم انت تحسن من نفسك. انا كاسلام مش هفضل بقى اقول اصل الكاميرا دي وحشه، واصل دول مش جايبين لي الكاميرا دي في وشي، والكاميرا من هناك لا، اصل سمير عكاشه بيلخبطني في الايربيز، ولا سمير مش عارف. لا ما فيش الكلام ده. انا اشتغل على نفسي، انا اشوف الاخبار، انا اجي قبل ما اجي اقعد مع حضراتكم هنا اجي قبلها بساعتين ثلاثه اشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو جيت على وقت البرنامج ابقى عارف الموضوع ماشي ازاي، وعارف انا هقول ايه، وعارف انا هتكلم في ايه. وقتي نص ساعه هتكلم فيه ولا ساعه لتلت هتكلم فيها عشان الضيوف اللي يجوا معايا يتفضلوا معايا. لكن ان انا افضل عايش في نظريه المؤامره طول حياتي، اهرام حسن كابتن حسن حمدي، صيل اصل معاها فلوس، برزنتيشن اصل مش عارف ايه، طب ايه يا جماعه؟ طب وبعدين؟ احنا هنفضل عايشين في القصه دي؟ القصه دي غريبه جدا. نظريات تسويقيه هي اللي بتحدد مين يجي فين ومين يعمل ايه ومين يدفع له كام. يعني النظريه التسويقيه، شركه ويدي شركه عالميه، شركه كبيره، شركة كبيرة جدا في صناعة الاتصالات المصرية دلوقتي. الشركة دي مش هتروح تجامل النادي الأهلي، ولا هتروح تجامل برزنتيشن، ولا هتروح تجامل محمد كامل، لا. نمرة واحد كذا، نمرة اتنين كذا، نمرة تلاتة كذا، نمرة أربعة كذا، يساوي الأهلي. هم لقوا إن كل الحاجات دي لما جمعوها طلع لهم اسم واحد فقط، الأهلي، وبعد كده فرق كبير ما بينه وما بين اللي بعده. ولا أقصد أحد، والله لا أقصد أحد، أنا بتكلم على النادي الأهلي، ماليش علاقة بحد تاني. فنظرية المؤامرة واللي عايش في نظرية المؤامرة واللي دايما شايف إن هو الناس دي بتشتغل عشان تفشلني وعشان تعملني، إحنا مالناش علاقة إحنا لنا علاقة بالنظريات العلمية. النظريات العلمية زي ما قلت لكم في التسويق 1 2 3 4 5 6 لما بيتجمعوا على بعض هتساوي عفوا هتساوي اسم النادي الاهلي. اي شركه عايزه تقتحم اي مجال، عايزه تخش في اي حاجه، عايزه تبقى حاجه اكبر مما كانت عليه، بتروح للنادي الاهلي. بس هو ده الموضوع بمنتهى البساطه، لانه الاكثر كذا والاكثر كذا والاكثر والاكثر والافضل والافضل والافضل، هنفضل نقول كده كتير. هنفضل نقول كده، وده بيخلي الناس اللي شغاله هنا الموضوع صعب عليها جدا. السنه دي انت الرعايه اللي جت من النادي شوف بكام، السنه الجايه لازم تيجي اكتر. فالناس اللي بتشتغل دي الله يكون في عونها. ان انا اوصل للقمه ده سهل،
لكن ان انا افضل فيها ده هو اللي صعب. النادي الاهلي طول عمره في القمه وهيفضل وهيظل دائما بالقمه، مش بالكلام، مش بالكلام، ولكن بالافعال والافعال الواضحه. يعني اتكلم من لمجرد ان انا اطلع اتكلم، طبعا ده مش حقيقي، لكن حتى لو انا كنت طالع اتكلم، ان انا مجرد ان انا طالع اتكلم بعد الفيديو اللي انا شفته لاعلان شركه وي الحقيقه، وايه اللي حصل في 24 ساعه او في اقل من 48 ساعه، يخليك تفتخر ان انت اهلاوي وان انت بتشجع اسم هذا النادي وان انت عايش في ظل هذا النادي. خلينا نطلع نشوف الاهلي مش مجرد اسم ولا كيان. في ملعب الاهلي النهارده على صفحتنا على الصفحه الرسميه لقناه الاهلي، هل يشارك صالح جمعه في لقاء المقصه غدا بعد اختياره من قبل لاسارتي في قائمه الاهلي لاول مره؟ طبعا عايز حضراتكم تبعتوا لنا على صفحتنا، هحاول اقرا طبعا معظم التعليقات، مش هقدر اقراها كلها، ولكن هحاول اقرا معظم التعليقات اللي حضراتكم بتتكلموا فيها عن مشاركه صالح جمعه وهل مبسوطين بهذا القرار ولا لا. ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، يعني جالنا تعليقات كثيرة جدا. أحمد رمضان بيقول أكيد، محمد عز الدين بيقول هيبدأ احتياطي لأجاييه بالتوفيق لأعظم نادي في الكون، محمد ربيع بيقول بتمنى يشارك هيفرق جدا الفترة اللي جاية في ظل وليد سليمان. طبعا كل لعيب هيفرق، كل لعيب وعودة كل لعيب هتفرق كتير جدا. محمد رفعت بيقول أتمنى مشاركة صالح جمعة غدا لأنه لاعب متميز ومهاري وأحلى مساء. الله يخليك، متشكر جدا. أنا زوز بيقول لازم يشارك، هو اللاعب الوحيد اللي يقدر يشغل، وبشكرك جدا على الكلام اللي أنت قايله، يعني لحقت تقول إن تسمع المقدمة وتحط ماشي. أه بس مش أساسي، ده عاشق الأهلي صالح عبد الله. عبد الله أبو نعيش بيقول أكيد يا كابتن وبالتوفيق الأهلي لأنه لعيب كبير ومش واخد حقه في اللعب، إن شاء الله ياخد حقه. محمد أبو دجيش بيقول يا ريت، اكيد هيبقى بديل ولازم نصبر على اللعيبه، ده كمال الحنفي. كلام محترم جدا وكلام جميل جدا، ابعتوا لي اكتر واكتر، انا هقرا، هحاول كل لينك اخد منها كل تعليقات حضراتكم اللي حضراتكم باعتينها. هل يشارك صالح جمعه غدا في لقاء المقصه بعد اختياره من المدير الفني لاسارتي في القائمه، ولا هيكون خارج القائمه، ولا هيكون احتياطي؟ وجهه نظركم يعني في ما سيحدث مع صالح جمعه. طيب الحقيقه النهارده شويه خبر حزين جدا لينا كمصريين، خبر حزين جدا جدا. استبعاد الاتحاد الافريقي، يقرر استبعاد النادي الاسماعيلي او ملعب النادي الاسماعيلي، او انا اسف، يستبعد النادي الاسماعيلي من دوري ابطال افريقيا. يعني اتكلمنا في هذا الموضوع يوم المباراه وكنا كلنا متخوفين. النادي الاسماعيلي اسم من الاسماء الكبيره جدا في عالم كره القدم المصريه، والكل يعلم ذلك، وسيظل دائما هو الضلع الاساسي او ضلع اساسي من اضلع كره القدم المصريه. النادي الاسماعيلي بيني وبينكم، انا سالت في الموضوع وعرفت ايه اللي حصل في استاد الاسماعيليه يوميها. 40 50 ولد من ضمن الجماهير اللي موجوده هم اللي عملوا القصه وهم اللي عملوا المشاكل. ودلوقتي وانا اسف ان انا هقول هذا الكلام، البعض يطالب ان هم يطلعوا من السجن. الواحد ساعتها او في الوقت ده بيبقى قلبه وجعه، نحافظ على الاولاد الصغيرين دول ولا لازم يتعلموا الادب علشان بعد كده ما يحصلش كده تاني؟ لان احنا شفنا واكتر ناس اتكود يا جمهور الاهلي من هذا الموضوع. فدايما بنتكلم في حاجات صعبه جدا جدا بتحصل مع النادي الاسماعيلي في ظل هذه الظروف الصعبه جدا جدا خلال هذه الايام، وحاجات كتيره جدا جدا حصلت مع النادي الاسماعيلي. لكن عموما الاتحاد الافريقي بيقرر استبعاد النادي الاسماعيلي من دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم شايفين امام حضراتكم. ده الجواب اللي اظهره الكاف لاستبعاده للنادي الاسماعيلي. طيب وخليني اقرا لكم برضه سريعا الخبر. قررت لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي لكره القدم اليوم الاربعاء عن استبعاد نادي الاسماعيلي من دوري ابطال افريقيا بعد احداث الشغب التي شهدتها المباراه ضد النادي الافريقي التونسي في الجوله الثانيه من المجموعه الثالثه. الحكم الكاميروني نيون اليوم قد قرر الغاء المباراه مع ضيفه فريق الافريقي التونسي. اصبحت المجموعه الثالثه تضم مازيمبي والافريقي
والنادي الرياضي القسطنطيني. نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الإسماعيلي ويظل دائما اسمه عاليا خلال الفترة القادمة. حدث عارض عدى إن شاء الله يعدي على خير ونتعلم منه كجمهور، إن احنا كل جمهور مصر بقى يتعلم منه إن احنا دايما ناخد بالنا، دايما ناخد بالنا، لأن انت في الآخر النادي الإسماعيلي بيلعب في محافظة كبيرة جدا وأهلها ناس طيبين وكويسين جدا، لكن في نفس الوقت انت بتلعب باسم مصر. النادي الإسماعيلي كده وفوقيه دايما بيتحط اسم مصر، النادي الأهلي وفوقيه دايما بيتحط اسم مصر، فعشان كده خدوا بالكم لازم كلنا كجمهور نتعلم من هذا الموضوع. آخر حاجة أنا آسف إن أنا بسرعة جدا هتكلم فيها، حسني عبد ربه من أكتر الناس اللي كنت مبسوط جدا لحسني إن هو اعتزل، ولكن يعني ده نصيحة أخ، نصيحة أخ، أتمنى من حسني إن هو خلاص كفاية الظهور الإعلامي اللي أنت ظهرته فيه خلال الثلاث أربع أيام اللي فاتوا. النادي الإسماعيلي له فضل عليك كبير جدا جدا جدا، فكفاية الظهور الإعلامي، لأن دايما الواحد لما بيبقى جواه حاجة حتى لو مش عايز يقولها فبتطلع منه بأي شكل أو بآخر. فكفاية ظهور إعلامي، أنا وجهة نظري أصبر أسبوعين ثلاثة كده وبعد ما تهدى وبعد كده ممكن تطلع مرة أخرى. دي وجهة نظري وطبعا هو حر ياخدها أو ما ياخدهاش. طيب طبعا مباريات اليوم اللي هنتكلم عنها MP وانتهت بالتعادل السلبي ب 0-0، تعادل سلبي ما بين الفريقين سموحة وMP، حرس الحدود وهزيمة من الجونة هدفين مقابل هدف وحيد. أما الإنتاج والداخلية فانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين 2-2، واحدة من المباريات الرائعة. يعني دخلت من شوية على الكابتن عادل طعيمة وكابتن ماهر هم قاعدين وكابتن أسامة هم قاعدين بيتفرجوا، كانوا يعني قاعدين مركزين جدا في المباراة وشايفين إن هي واحدة من المباريات الجيدة جدا جدا جدا. طيب عايز برضو أتكلم مع حضراتكم عن هو أجايه ده إيه؟ أجايه الحقيقة من وجهة نظري إن هو أفريقي بروح الفانيلا الحمراء. يعني إيه أفريقي بروح الفانيلا الحمراء؟ يعني أجايه ده لاعب جيد جدا لما بينزل في أي مباراة، طبعًا في مباراة بيبقى فيها سيء وبننتقد وبالمناسبة وأي حد بينتقد مفيش مشكلة، لكن هو دايمًا لما في الوقت اللي بتبقى محتاجه فيه بتلاقيه. وهي دي أهم حاجة بتميز لاعبي النادي الأهلي دائمًا، إن هو دايمًا اللي جواه واضح للنادي الأهلي مش لأي حد تاني، واضح للنادي الأهلي مش لأي حد تاني. بيخاف على الأهلي، بيحافظ على نادي الأهلي، بيلعب في كل المباريات اللي بيلعبها، ممكن ما يكونش موفق، ممكن ما يكونش موفق مفيش مشكلة، ولكن الروح دي دايما موجودة. على الرغم ان هو ما اتولدش في مصر، ما اتولدش في مصر، ولكن اللي بيخش النادي الأهلي دائما ما يكون أهلاوي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن أجاييه بروح الفانيلا الحمراء. خلينا ناخد بعض التعليقات اللي حضراتكم بعتوها على صفحة الأهلي. أحمد جيمي بيقول الوادي الجديد بتحبك يا إسلام، أنا كمان بحبكم جدا. عبد الرحمن البدري بيقول لو جاهز بدنيا يبدأ عادي بس الأفضل ناصر. سلام عبد النبي بيقول مساء الخير يا كابتن، أنا من الأردن، أنا عاشق الأهلي، أتمنى مشاركة صالح جمعة غدا، لاعب متميز وماهر. بس مش أساسي صالح عبد الله. زي ما قلت لحضراتكم اختلافات في وجهات النظر هتلاقوا كتير. ابو خالد الهلاوي بيقول اقسم بالله ده صانع افضل صانع العاب في مصر. طبعا عندنا مجموعه جيده جدا من اللاعبين. احلى مسا عليك يا كابتن اسلام، صالح جمعه ده ابو السيد، يا رب يكون اساسي بكره. كريم نصر الدين بيقول اكيد ده المعلم، يا ريت يا كابتن هيفرق معانا كتير، ده حسام خليفه وكريم نصر الدين. مصطفى سعد بيقول او مصطفى سعيد بيقول ان شاء الله يشارك بكره وهيفرق كتير جدا جدا جدا، بيقول يشارك كبديل. ده محمد ندى يشارك في الشوط الثاني، ده عبد الرحمن البربري. علي صبري بيقول يا ريت. احمد رمضان بيقول اكيد يا كابتن اسلام صالح قيمه كبيره. ده يوسف صبحي مساء الورد على عيونك يا شاطر، ما اعتقدش ان لاسارتيز هيجازف بصالح بكره، ده عبد الرحمن محمد. هتسمعوا بقى وجهات نظر كثيره جدا في هذا الموضوع. طيب بعتوا لي مسجز اكتر او تعليقات اكتر على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه قناه النادي الاهلي، وبنتكلم عن هل سيشارك صالح جمعه غدا من بدايه المباراه ولا كاحتياطي ولا سيكون خارج القائمه تماما.
خلينا بقى نرجع لأخبارنا مرة أخرى، وهنتكلم عن محمد محمود لاعب النادي الأهلي، وهو شكر كل جمهور النادي الأهلي وقال لهم أنه إن شاء الله بعد 8 شهور أو من 6 ل 8 شهور هيرجع أفضل من الأول. خلاص الموضوع الرباط الصليبي طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو ده فيديو لمحمد محمود بعد إجراءه العملية، واتكلم محمد وقال ان هو هيرجع افضل من الاول ان شاء الله، لان هو لسه لعيب صغير وان شاء الله يستفيد منه النادي الاهلي، وهو بيشكر كل جماهير النادي الاهلي على وقفتهم في بعد اصابته ودعواتهم ليه. طيب مؤمن زكريا، رسميا انتقل مؤمن زكريا الى نادي احد. طيب واحده واحده علشان برضو الموضوع ده في كلام كتير جدا يخص مؤمن زكريا. مؤمن زكريا واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي، ابتعد قليلا نظرا خلال الفتره الاخيره لان في مدير فني كارتيرو كان شايف ان هو يعني في افضل منه وكذا وكذا وكذا، ما حضراتكم عارفين يا جماعه. اللعيب صدقوني اللعيب ده اهم حاجه بالنسبه له الملعب، يعني اعمل فيا اللي انت عايزه بس لعبني، اعمل فيا اي حاجه، اخصم فلوس، اعمل كذا، احنا يعني كل الاجيال كده وكل الناس كده، الاجيال السابقه كده والاجيال القادمه كده. اللعيب اللي بيحب كره القدم دايما عايز يفضل في الملعب وعايز يفضل يلعب على طول. انا بقول لحضراتكم ليه كده؟ لانه مؤمن لو كان اخطا خلال الفتره اللي فاتت لازم تلتمسوا له العذر شويه، لانه مؤمن من الناس اللي استفاد منها النادي الاهلي لمده سنتين او ثلاث سنين، ودايما الحقيقه كان بيفرح جمهور النادي الاهلي. ف البعد عن الملعب بيخلي الواحد على اخره، صدقوني بيخلي الواحد على اخره ومش قادر يتكلم وممكن يعمل اي حاجه، ممكن ينفجر في اي لحظه. طبعا يجب ان يكون هناك فارق ما بين لاعب النادي الاهلي واي لاعب اخر، لان لاعب النادي الاهلي عليه ضغط كبير وعليه كذا وعليه كذا وعليه كذا، ولكن التمس العذر دائما للعيبه دي، لانه الناس اللي بتلعب بشكل اساسي على طول ومنتخب مصر وكذا وكذا وفجاه يلاقي نفسه ما بيلعبش، صدقوني نفسيا بيتضر جدا 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 جدا، لكنه جوه قلبه جمهور النادي الاهلي وجوه قلبه حب النادي الاهلي بالنسبه لمؤمن زكريا تحديدا. كمان انا بتكلم لان انا يعني ما بتكلم مع مؤمن بيقول لي قد ايه ان هو عايز يلعب عشان بس الجمهور يشوفه، علشان الناس تعرف قد ايه هو نفسه يبقى كويس خلال الفتره اللي جايه. عشان كده دايما بقول لكم التمسوا العذر للاعب، هو هيطلع 6 شهور، انا متخيل ان هو هيرجع بعد ال6 شهور دول في نادي، هيطلع لنادي احد بشكل رسمي، خلاص نزلت على الموقع الرسمي للنادي الاهلي منذ قليل، واصبح مؤمن زكريا معارا لنادي احد السعودي لمده 6 اشهر تبدا من اليوم او من يوم الجمعه القادم، وان شاء الله يرجع على اخر هذا الموسم ويعود مره اخرى للنادي الاهلي. الف مبروك. الحقيقه مشكله كانت كبيره لان مؤمن من اللعيبه الكبار وكان عايز يلعب دايما، فلما يسافر ويلعب ان شاء الله يرجع افضل من الاول، وتكون بقى كل الامور اتضحت، وتكون ان شاء الله البطوله الافريقيه دي خلصت، لان البطوله الافريقيه دي زي ما حضراتكم عارفين ودايما زي ما بتكلم معاكم مضغوطه جدا جدا، في 4 شهور كل حاجه هتخلص، في 4 شهور ممكن تبقى بطل افريقيا، او في 5 شهور ممكن تبقى بطل افريقيا، قبل شهر 6 لازم تكون مخلص كل حاجه. فان شاء الله كله مؤمن يبقى كويس في احد السعودي، وان شاء الله يعمل مباريات جيده هناك ويرجع تاني للنادي الاهلي افضل من الاول. رمضان صبحي كل سنه وانت طيب يا رمضان، بس الاول قبل ما نروح لرمضان صبحي كل سنه وانت طيب، 22 سنه تصدقوا رمضان صبحي هيفضل طول عمره مواليد 97، طول عمره هيفضل مواليد 97، حاجه غريبه جدا، يعني هيفضل طول عمره مواليد 97، طول عمره مواليد 97. كل سنة وانت طيب يا رمضان يا مواليد 97، كل سنة وانت طيب يا رمضان، ويا رب تفضل دايما مواليد سنة 1997. ماشي. وانا قاعد بتكلم الحقيقة مع محمود سعيد رئيس تحرير برنامج وبقية المجموعة اللي موجودة، اتكلمنا عن عايزين نعمل حاجه تقرير كده، هم قالوه كده، قالوا لي افتكاسه دايما يبقى عندنا تقرير افتكاسه كده دايما نعملها علشان الناس تبقى دايما معانا وتروح وتيجي معانا ودايما نبقى مشاركين الناس معانا. افتكاساتنا النهارده او تقريرنا النهارده هيكون ايه المباراه اللي انت كاهلاوي ما نسيتهاش،
او ما تقدرش تنساها طوال حياتك، سواء صغير او كبير او كذا او كذا او كذا. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، ودايما ابعتوا لنا افكاركم علشان نعرف انتوا عايزين ايه، ومن خلال اللي انتوا عايزينه ننزل نعمل معاكم انتوا التقرير برضو، او نعمل مع حضراتكم التقرير خلال الفتره الجايه. تقرير كده زي دي، ايه المباراه اللي انتوا دايما فاكرينها للنادي الاهلي وعمرها ما هتتنسي من دماغكم؟ نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. مصطفى عبدو حلوه خطير يا ميهوب، على ميهوب هو جول، هو جول، بيبوتشير 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 بيبوتشير، والرابع اهو والرابع اهو، واللمه هي اوبا، والرابع والرابع وسام حسني ومجدي وعمل الغبار عاليه، وين معنا بكره تاني على طول وتبرك اوبا جول جول. اشهر مباراه في وجهه نظري انا شخصيا صراحه مباراه الاهلي والصفاقسي، اللي عمل اكسترا جيم هنا في القاهره واتعادل 1-1، وطبعا بالنسبه له كان تحصيل حاصل للوضع هناك، وعمل فيري جود جيم ديفنس في الصفاقسي لغايه الدقيقه 90، وخلاص الكاس بيتجه لدرجه ان بعض لعيبه الصفاقسي بداوا يحتفلوا بالفعل واحنا كلنا قاعدين، واذا بروح الفريلا تطلع كوره طويله من شادي محمد لمحمد لعباد متعب لفلافيو لابو تريكا الساحر، ابو تريكا ساحر كل العصور، ويجيب الجون في الدقيقه 91. ودي وجهه نظر انا الشخصيه اهم بطوله افريقيه الاهلي خدها في الفتره الاخيره. كبطوله خدناها كانت كونفدراليه طبعا، كابتن ايمان متعب في ماتش سيويس بول الدقيقه 95، يمكن كابتن ايمان متعب ده هو اللي سايب لنا بصمه مع قصه اخر دقيقه، قصه الدقيقه 90 دي يعني، او ما بعد ال 90. هو كان في مباراه للنادي الاهلي بتاعت علاء ميهوب، كان لعب مع المصري وجاب في الدقيقة 89 تقريبا جاب جون وخدنا الكاس. فكان الكابتن سيد متولي بتاع كابتن المصري يعني كان مشغول، رئيس النادي كان فاكر بقى ان الموضوع انتهى والماتش انتهى، فهو كان خطف الجون ده. بيبو وبشير 6-1 الاهلي يعني، طبعا اصحابي كلهم زملكاويه يعني سامحوني، بس بصراحه المباراه دي يعني كانت مخلصه على كل حاجه، القديم والجديد يعني، دي تفضل معايا لحد الممات ان شاء الله. اكتر حاجه ماتش افتكره في الدقيقه 90 كان ماتش الاهلي والصفاقسي كابتن ابو تريكه في بطوله افريقيا، يعني دي اكتر حاجه من الحاجات اللي تثبت ان احنا من بعد ال 90 بيبقى لينا وضع تاني، برضو بنفضل نلعب لحد اخر دقيقه، دي بتفرقش معانا. مباراه ال 4-3 الاهلي ضد الزمالك في كاس مصر 2007، ساعه ما هم كانوا عمالين يتقدموا واحنا نتقدم وفضلنا كده لحد ما اسامه حسني جاب جونين والحمد لله تقدمنا عليهم وفوزنا يعني. كان عندي 12 سنه، ماتش اهلي والزمالك كاس مصر، اما مستر توكوتي قعد الخطيب بعد احترام يعني اسم الكابتن محمود الخطيب اسمه كبير، كان الخطيب قاعد ونزله اخر 15 دقيقه، احلى ماتش عمري ما هنساه في حياتي، 4-2 اهلي والزمالك 78-79، ده احلى ماتش عمري ما هنساه في حياتي. من احسن المباريات اللي هو كان نهائي افريقيا مع الصفاقسي، جون ابو تريكه وجون احمد متعب اللي رفعها له وليد سليمان باليمين برضه في نهائي افريقيا. نهائي الاهلي 2008 الاهلي والقطن، ونهائي افريقيا 2012 الاهلي والترجي 2-1، هما دول احسن ماتشين ممكن يبقى الاهلي عملهم خارج ارضه، واللي حسموا بطولتين افريقيا، وكان ليها دور كبير اللي احنا ناخد افريقيا بسبب انها كانت ماتشات صعبه، والنهائي العوده، النهائي العوده كانت بره، العوده ما كانتش جوه مصر، دي اصعب ماتشات ممكن افتكرها. غير كده ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى معتاده اللي احنا بنكسبها، فما بفتكرهاش قوي، سواء 6-1 4-3 كتير، فمش هفتكر ايه ولا ايه. مصطفى عبده حلوه خطير على ميهوب، هو جول هو جول، بيبوتشير 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 بيبوتشير، والرابع اهو والرابع اهو، واللمه هي اوبا، والرابع والرابع وسام حسني وماجي جاني وعمل الغبار عاليه، وين معنا بكره تاني على طول وتبرك اوبا جول جول جول. ما كل شويه يفكروني بالجون ده، ما ماشي الصفاقسي يكسب على فكره، لانه الصفاقسي 4 قالوا ان مباراه الصفاقسي، طبعا كل المباريات خدوا بال حضراتكم ده يتماشى مع السلوجن اللي احنا بنتكلم دايما بيه اللي هو الدقيقه 90، مباراه الصفاقسي في الدقيقه 90، مباراه سيو سبورت اللي هي عماد متعب لما وليد عملها له بيمينه وحطها بدماغه برده في الدقيقه 90، مباراه المصري اللي حد اتكلم عليها ارض بتاعت كابتن علاء ميهوب بيبو وبشير، اللي هي مباراه الاهلي والزمالك الشهيره 6-1 الاهلي والزمالك في كاس مصر، الكابتن اسامه حسني النهارده هيكون ضيفنا في الجزء الثاني من هذه الحلقه، احرز هدفين، كان دايما الزمالك
بيتقدم على الاهلي والاهلي هو اللي بيتعادل، ولكن في اللحظات الاخيره ابو تريكه تعادل الاول، بعد كده اسامه حسني نزل جاب جونين، اهلي والزمالك 78-79، كلها مباريات تتماشى مع اللي احنا دايما بنتكلم مع حضراتكم فيه، اللي هو الدقيقه 90 او السلوجان اللي احنا دايما بنمشي بيه، وباين عليها شركه وي خدت السلوجان ده مننا ولا ايه مش عارف. يعني هم برضو عموما كانت دي فقراتنا النهارده او حديثنا النهارده عن كل هذه الاخبار، ولكن هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن مباريات الدوري العام. احنا ان شاء الله بكره موجودين مع حضراتكم من الساعه 3 الظهر، هنتكلم عن مباراه مصر المقصه، والاستوديو تحليلي قوي جدا بوجود نجوم كبار من المحللين الكبار لملعب الاهلي، هيكونوا موجودين مع حضراتكم بكره، واتشرف بتقديمه ان شاء الله بكره. هنبقى موجودين الساعه 3 بالظبط، هنكون مع حضراتكم، فهيبقى عندنا مجال كبير ان احنا نتكلم في مباراه مصر المقصه. النهارده هنتكلم عن الثلاث مباريات اللي اتلعبت النهارده، اولى المباريات او ثاني المباراه كانت سموحه وانبي، وانتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، ومباراه الانتاج برضو والداخليه وفوز او تعادل الفريقين 2-2، ثم مباراه حرس الحدود والجونه وفوز الجونه على حرس الحدود بهدفين لهدف واحد. بعد هذا الفاصل او هنطلع فاصل، وبعده هيكون معانا ثلاثه من النجوم الكبار للنادي الاهلي وملعب الاهلي، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، النجم الكبير كابتن ماهر همام، النجم الكبير كابتن اسامه حسني، بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقه اليوم من ملعب الاهلي، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. كابتن عادل ازي حضرتك؟ كابتن اسلام منور، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، ايضا ربنا يخليك يا كابتن. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر امام، مشرف ومنور يا كابتن اسلام. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. ايضا النجم الكبير كابتن اسامه حسني، مشرف ومنور يا كابتن اسامه، ربنا يخليك. كابتن عادل هبدا بحضرتك، وهنتكلم على ثلاث مباريات طبعا بشكل عام. ايه اللي عجبك في الثلاث مباريات قبل ما نتكلم عن كل مباراه تخصصيه بشكل عام؟ في الثلاث مباريات بشكل عام في ماتشين خارج كابتن بس لما يجي ماتش هقول هو قال لي ايه، بس هو يقول الاول. في ماتشين استمتعنا بيهم وجمهور مصر، وماتش نص نص، ماتش ما كانش فيه كوره يعني، كان كله ضرب، حتى كل الفرقه لابسه طواقي زرقاء من الضرب. كان ماتش حماسي زياده عن اللزوم، وفي عنف شديد. وفي كانت اهم ملاحظاتك عن الثلاث ماتشات؟ انما في ماتشين جامدين، او ماتش الظهر وماتش بالليل حلوين، حاجه قمه في الاداء، سرعه، مرونه، رشاقه، اهداف بتضيع، فرص ضايعه، يعني بتبقى مش عايز تقوم من الـ علشان حتى يعني تفوتك حاجه من الجمال اللي كان موجود في الاداء الظهر. الحقيقه الجونه مع حرس الحدود ماتش رائع، حلو قوي، جمل واداء وروح قتاليه لحد اخر دقيقه. طب هو بالمناسبه بقى يا جماعه، كابتن عادل انا وانا دخلت بيقول لي اتفرجت على ماتش ايه؟ قلت له اتفرجت على ثلاث ماتشات بس، هو في ماتش انا سمعته في الراديو يا كابتن ما اتفرجتش عليه. قال لي ايه ماتش ايه؟ قلت له سموحه وانبي. قال لي احسن. قال لي قلت له ليه؟ انا ما كنتش شايفه الحقيقه، كنت في مشوار بعيد وجاي يعني من المشوار ده، فاخدت الساعتين والله وانا في العربيه. قال لي احسن انت ما اتفرجتش عليه، كله طواقي وضرب وبتاع، هنتكلم عنه تفصيليا يعني. كابتن ماهر برضو ايه رؤيه، ايه وجهتك، وجهه نظرك في الثلاث مباريات بشكل عام؟ بص يا اسلام، صراع النقاط الثلاثه يعني الدور الثاني واضح قوي انه بادئ قوي جدا. الانتقالات الشتويه لمعظم الفرق اضافت اضافه غريبه جدا، اضافه كبيره بشكل واضح، وده بيدل على ان مدربين الدوري الممتاز كلهم مركزين، عارفين احتياجاتهم للدور الثاني. النقطه اللي بتهرب منه في الدور الثاني بتفرق بشكل كبير. في بعض الفرق بدات يعني تامن نفسها في الجدول بصفه اساسيه، يمكن القاع اسماء كبيره جدا، مصر واسماعيل وبتروجيت والاتحاد، ودول يعني بصراحه انديه جماهيريه اسلام، وليها ولهم باع كبير جدا ولهم تاريخ. بتروجيت انديه شركات، بالظبط، انديه شركات يعني، عندك الاتحاد والمصري والاسماعيلي، ثلاث فرق من الفرق اللي ليها جماهيريه كبيره جدا، حتى كمان في حزن يمكن لجماهيرهم
على المستوى اللي هم وصلوا اليه. في صراع طبعا يمكن بالنسبه للمربع الذهبي، ويمكن الوافد الجديد بيراميدز عامل شكل يعني كان بصراحه عامل شكل كويس. فانا عايز اقول لك ان الدور الثاني واضح ان كل الفرق اكتملت بدنيا وفنيا وتكتيكيا. الدكه اللي موجوده بره بيقدروا يشتغلوا بتغييراتها بشكل جيد. فانا شايف ان الدور الثاني الدوري المصري بيحلو وبيقوى عن السنوات السابقه. كابتن اسامه، الاهلي بيقود. الاهلي يعني ايه بيقود؟ يعني الاهلي عندما اراد ان تكون فتره الانتقالات الشتويه اغلى لعيبه واقوى لعيبه واجمد لعيبه، الانديه كلها بدات تعمل كده. يعني انا حسيت كده، انا لسه واخد الموضوع ده من كابتن ماهر دلوقتي وهو بيتكلم، ان الاهلي يعني لاول مره منذ سنوات طويله جدا حتى في انديه العالم كله ما بنشوفش فريق او فرق بشكل عام تعمل فتره قشوه قويه كده زي اللي حصل السنه دي في مصر. خلينا نرجع لورا كده يا كابتن اسلام. اتفضل. ونقول ان النادي الاهلي كان في الاول في بدايه القائمه الافريقيه السنه يعني في نفس الموسم البطوله اللي فاتت كان مرتبط بقائمه لازم يشتغل بيها. النهارده الناس اللي كانت بتقول التدعيمات كانت لازم تبقى من بدري، النهارده لو انت كنت عملت التدعيمات من الموسم في الصيف اقل من كده ما كنتش هتقدر تحطهم في القائمه الافريقيه، انك انت كنت ملتزم بقائمه لازم تشتغل بيها في البطوله الافريقيه، فانت اضطريت انك انت ما تقدرش تعمل التدعيمات بالشكل الكبير دوت عشان تاخد المجموعه اللي معاك، وبرضه الحمد لله المجموعه دي وصلت بيها نهائي افريقيا. فانت عندك المجال اللي انت كان في يناير انك تبدا بقى تحط ايدك على نقاط الضعف اللي موجوده عندك تقدر تدعم بشكل كبير. فالنادي الاهلي فعلا كل الخطوط او كل المراكز اللي كان محتاجها، يعني هو مش عملها من منطلق الشو يعني في الصفقات، لا هو فعلا صفقات محتاجها، سواء حسين الشحات او رمضان صبحي اضافه كبيره، او محمد محمود اللي شفناه له النهارده وانت بتجيبه وهو بينزل على السلم وبدا العلاج الطبيعي، ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع بسرعه. ياسر ابراهيم، جيرالدو، محمود وحيد كل كلها لعيبه مهمه جدا، وعوده رامي ربيعه وعوده عمرو جمال وعوده سعد سمير وعوده صالح مروان محسن ومحسن صلاح وازارو، طبعا يعني ان شاء الله بالكم الموجود ده وبعوده المصابين لا النادي الاهلي يعني ان شاء الله ما فيش فرقه بعد كده هتلاقيها واقفه قدام. لكن الانتقالات الشتويه هتلعب دور مهم جدا في الدور الثاني من الدوري الممتاز. بانت النهارده في بدايه المباراه اللي كنا بنتكلم عليها والكابتن عادل بيتكلم عليها، هي مباراه الجونه وحرس الحدود. شفنا الجونه بشكل مختلف بعد التدعيمات خاصه. هنتكلم عنها خلينا نبدا بمباراه كابتن سمو اللي احنا كنا بنتكلم الجونه وحرس الحدود. الحقيقه مباراه حرس الحدود جاي من فوز متتالي خلال الفتره الاخيره قبل ما يتم وقف الدوري، فوز متتالي، جونه جاي من خسائر متتاليه باستثناء المباراه اللي قبل الاخيره او يعني اللي هي قبل النهارده. كابتن حماده صدقي جاب مجموعه جيده من اللاعبين. هل بتعتبر ان كابتن حماده صدقي خاطر بان هو يلعب بكل تقريبا كل المجموعه اللي موجوده او خمسه سته من اللي موجودين كلهم جداد، احمد حمدي على احمد ياسر ريان على جاتوم كذا حد كذا لعيب الحقيقه كانوا موجودين واحمد حمدي معظمهم من النادي الاهلي يعني. وهم بيعملوا عمليه الاحماء، حسيت ان حرس الحدود هيتغلب النهارده. ازاي يا كابتن؟ حسيت ان في ثقه زياده قوي في حرس الحدود في الجهاز اللي قاعد الجهاز واللعيبه، نظره طبعا مختلفه يعني. لان انت بتحس باللعيبه بعينك. هل العمليه فيها جديه ومواصله النتائج المبهره اللي حصلت مع كابتن طارق العشري مع فرقته؟ ايوه. وبعدين فرق قوي النهارده تدعيمات الشتاء. النهارده احمد حمدي الحقيقه نجم النادي الاهلي كان يعني نجم فوق العاده. عمل نوع من انواع الربط ما بين خط الظهر وخط الهجوم. الجول عمل جول يعني في منتهى الروعه، بيضرب خط الوسط وبيلعبها بينيه ما بين الباك والسرد باك. قبل بس ما حضرتك تتكلم خلينا ناخد كابتن حماده صدقي المدير الفني لفريق الجونه، وطبعا نبارك له على ثلاث نقاط مهمه وفوز ثاني على التوالي للكابتن حماده صدقي. كابتن حماده ازي حضرتك والف مبروك، ثلاث نقاط هامه جدا في طريق الجونه، وطبعا تحياتي الكابتن عادل والكابتن ماهر والكابتن اسامه. اهلا بك يا اسامه، الله يبارك فيك حبيبي وبالتوفيق يا رب ان شاء الله، وتحياتي الكابتن اسامه والكابتن ماهر والكابتن عادل. عادل اصلا مش قدامك الجونه، انا اسف يعني. لا لا طبعا، ربنا يبارك فيك حبيبي، ربنا يخليك. زي ما انت قلت طبعا كان سبب نقاط مهمه جدا بالنسبه طبعا الصراعات اللي موجوده تحت يمكن اكثر من سبع فرق ثمان فرق، فروق بسيطه جدا جدا. فكل ماتش بيفرق بشكل كبير جدا يعني. نعم.
كابتن حماده، النهارده معظم الصفقات الجديده حضرتك لعبتها ما كنتش حاسس ان ده مخاطره؟ يعني هل قبل بدايه المباراه، يعني انا حتى لسه كنت بسال الكابتن عادل طلعت بقول له انت شفت المباراه ازاي؟ قال لي انا من التسخين حسيت ان الجونه هو اللي هيكسب، الجونه مركز اكتر، هناك ثقه زايده في فريق حرس الحدود. ولكن السؤال لحضرتك، هل يعني ما خفتش وانت بتنزل كل العدد ده من اللاعبين اللي لاول مره يلعبوا مع فريق الجونه؟ لا يعني حضرتك كابتن، ماتش المصري الاولاني نعم، انا يمكن احمد حمدي واحمد ياسر جم في الليل لعبوا ثاني يوم. تمام، يعني طبعا اطمنت ان هم جاهزين بنسبه 100% وبعد ما صف مع يمكن مع 97 وجاهزين. احنا بقى لنا فتره بنتمرن في الجونه، بقى لنا يمكن اكثر من اسبوعين بنتمرن. نعم، من اكثر من ثلاث ماتشات وديه، فالامور الحمد لله فيها يعني التجانس ابتدى يخش بشكل كبير يعني الحمد لله. تمام. كابتن حماده، يعني المباراه القادمه عندك مين؟ ننتقل حارب يوم 7 في الجونه ان شاء الله. ده مباراه صعبه برضو، يعني ان شاء الله تجهز لها كويس. كل المباريات صعبه دلوقتي. كله صعب والله يا كابتن، مش حاجه سهله خالص. الصراعات بتحصل مسائل بحث قويه جدا. نعم. واول مره تحصل فتره ان يعني احنا كل سنه دلوقتي عندك نهايه الدور الاول. كنت في فرقه او فرقتين يعني باعوا بعضوا بالظبط، كله قريب. يعني كله فرق ماتش، ماتشين لا نفس في مكان تاني خالص يعني. طب بقول لك ايه يا كابتن حماده، معلش الكابتن ماهر عايز يناغشك في حاجه يعني. يا كابتن حماده مبروك. يا حبيبي مبروك يا حماده. عايز اقول لك انك انت وجودك في ملعب الاهلي وتحليلك للدوري الممتاز الفتره اللي فاتت فرق معاك بشكل كبير. يعني انت مشاهدتك لجميع الفرق لما بدات مشوارك مع الجونه واضح قوي انك انت التحليل الفني والتحليل الاداء فرق معاك بشكل كبير. والله مفتقدين يا كابتن، انا ما حضر بس يعني دايما يعني ملعب الاهلي وشه حلو عليك. ها بتبقى مختلف، انت عارف الحاله بتتغير من وقت للتاني في كل فرق، يعني عارف الحرس بتاعت غير الدور الاول كان في شكل تاني، الافراد بتختلف. فانا اذا حبيت كده بتتابع الحاله اول باول يعني. اكيد طبعا التحليل من الجلاليه ومشاهده الفرق ده اكيد بتأدي بشكل كبير، ولكن برضه لازم الواحد يحلل كل فرقه بيلعبها اخر حاله فيها وصل لها التيم. الشكل بيتغير طبعا. عموما الف مبروك، ثلاث نقاط هامه جدا يا كابتن حماده، بالتوفيق ان شاء الله لحضرتك ولكل الفرق المصريه خلال الفترات القادمه. شكرا جزيلا للكابتن حماده صدقي المدير الفني لنادي الجونه. ثلاث نقاط هامه جدا. اتفضل يا كابتن، حضرتك كنت بتكمل كلامك على من الاول، حضرتك كنت حاسس ان الحرس يعني ثقه زياده شويه. وعلشان كده الجونه كانوا مسيطرين تقريبا الشوط الاولاني سيطره كامله، وبرضه تحس ان برضه كابتن حماده في نوع من الشغل محفظ برضه بعض الجمل. يعني احمد حمدي الجول اللي جه بيضرب الخط الوسط الكامل وبعدين كرر كذا مره وبيلعبها ما بين السرد باك والباك، الباك رايت، وتتلعب بالعرض، الراجل بيخش يكملها. فطبعا ده والجمله دي متكرره. ثم بعد كده الشوط الثاني يمكن الحرس ابتدى يعني في نوع من انواع بعد ما جاب جول في الدقيقه 46 صح على طول صح. ابتدى الحارس برضو يسيطر شويه، لكن كان هناك هجمات مرتده وضيع جول بعديها يا كابتن، وضيع جول بعديها لا يمكن مرتين. لا يمكن يضيع في دقيقة. لكن بعد كده الحقيقه فريق الجونه كان بيعمل هجمات مرتده في منتهى الخطوره، لكن ما فيش شك فريق الجونه ليه شكل. والنهارده بحيي كابتن حماده وطبعا مدير الكوره كابتن حسام، يعني حسام غالي مدير الكوره طبعا، عاملين شغل ولمين الولاد وفي حب وفي ود كده بينهم. لكن ما فيش شك ان فريق الجونه ليه شكل تاني. بقى برضو النهارده بحيي احمد حمدي، النهارده كان نجم فوق العاده، النهارده هو نجم المباراه للفرقتين. بيعمل كل حاجه، اللي عمليه التجميع، عمليه الاستحواذ، عمليه الريتم المباراه، كل الحاجات الجميله دي احنا شفناها منه النهارده، ودي طبعا يعني بنحيي عليها الجهاز الفني. تمام. كابتن ماهر، حرس الحدود ويمكن دي من اقل المباريات اللي انا شفتها لحرس الحدود في اخر 7-8 مباريات، تفتكر ايه اللي حصل؟ بالرغم ان كان في وقف طويل بالنسبه لحرس الحدود واضافات من المفترض ان هي تفيد الفريق يعني.
هو برضك طارق العشري زي ما احنا يعني اتكلمنا على حماده خلال الخبرات اللي اكتسبها الفتره اللي فاتت. برضك طارق العشري يمكن كان وجوده برضك في ملعب النادي الاهلي الفتره اللي فاتت وتحليله لبعض المباريات اديته ثقه وعودته مره تانية لحرس الحدود. ده البصمه بقى المدرب الفني اللي عنده خبرات وعنده وعي واشتغل اكتر من مكان. طارق بسرعه قدر والكيمياء يا اسلام اللي بين حرس الحدود وبين طارق زي ما هنتكلم على الكيمياء اللي بين علاء عبد العال والداخليه نفس الكلام يمكن في المنظومه العسكريه طارق العشري وحرس الحدود. نعم. يعني طارق راح كذا محطه يمكن نجاحاته كانت قليله في المحطات الاخرى لكن مع حرس الحدود ابن من ابناء حرس الحدود شفنا طارق العشري يمكن اول ما تولى المهمه اسلام كان بيجتهد بشكل كبير جدا لحد ما ظبط الفرقه وظبط الشكل والاداء اللي وصل بيه حرس الحدود. لكن النهارده المباراه ديت انا شايفها بست نقاط يعني الفرقتين قريبين من بعض يمكن التاسع والعاشر اللي موجودين في الجدول 24 بونت و22 بونت فانت النهارده اللي بيكسب اللي ورا بعض الفرق اللي قريبه من بعض لما بتكسب مش بثلاث نقاط بس يمكن بست نقاط لكن النهارده التفوق اللي كان واضح للجوله نتيجه ان حماده عمل توليفه وتشكيله بتجمع بين الخبره وبين لاعبي الوسط وبين لاعبي الشباب نص الملعب بالظبط جاتوش غير بسم الله ما شاء الله بالظبط يا كابتن اسلام لو تلاحظ من خط الظهر يمكن عمر رضوان احنا شفناه ده ناشئ النادي الاهلي حارس من الحراس الواعدين خط شال الكوره بقول لحضرتك لو دخل الجول 2-1 كان الحراس تفرق طبعا. وبعدين النهارده عندك احمد علي ولؤي وخالد صبحي وجوزيف ده من باكات كمان المميزه جدا في الدوري الممتاز الباك ليفت هذا العام. نعم. يمكن احمد علي برضك من الخبرات اللي بتعمل الاختراقات بشكل جيد تغطيات فالخط فيه خبرات مع توازن بين الدم الجديد والخبرات. نص الملعب يمكن هو برضك عنده لعيبه نص ملعب يمكن جوتشي ده يمكن صاحب الهدف الاولاني في الدقيقه 36 وبعدين احمد ريان بالدفع باحمد ريان واحمد حمدي ابناء النادي الاهلي اللي احنا شفناهم خلال الفتره اللي فاتت ديت اللي اكتسبوا بقى الجانب البدني والجانب الفني والتكتيكي من النادي الاهلي واعارتهم كانت قرار حكيم لمجلس اداره النادي الاهلي وجهازه الفني عشان يكتسبوا الاولاد دول ثقه الدوري الممتاز ويحتكوا بشكل كبير. احمد حسن ميكي كلنا طبعا عارفين احمد حسن ميكي من الهدافين جاب جول حلو وجاب جول ولم يحتفل يعني بالظبط فانا شايف ان فريق جونه يستحق ثلاث نقاط من الاجتهاد اللي اجتهده كابتن حماده صدقي مع التوليفه اللي كانت موجوده بشكل جيد حتى الثبات في التشكيل واضح ان المجموعه دي هيبقى عندها ثبات خلال الفتره اللي جايه. نتمنى طبعا التوفيق لكابتن حماده والكابتن طارق العاشي كمان. كابتن اسامه هسالك بس بعيدا عن المباراه شويه برضو نروح للاهلي الصفقات او الاعارات اللي الكابتن مالك بيتكلم عنها دي هل تعتقد ان النادي الاهلي ممكن يستفيد منها في ظل الكثره العدديه اللي موجوده من يعني احمد ياسر لعيب كويس ولسه صغير احمد حمدي لعيب كويس ولسه صغير عمر رضوان لعيب كويس ولسه صغير معظم اللعيبه اللي بتلعب في معظم الانديه كلهم جايين من القطاع الناشئ للنادي الاهلي. انا بس يعني هقول حاجه على مباراه حرس الحدود والجونه خاصه ان انا كنت متابع فريق حرس الحدود خلال الفتره اللي فاتت وشفت كمان اخر مباراه ليهم اللي حقق فيها حرس الحدود الفوز في الثواني الاخيره امام الداخليه. السبب اللي كان منجح حرس الحدود دايما الكابتن طارق العشري عامل دفاعات محكمه ودايما بيلعب على واحده في المباراه او على مرتده وكان دايما بينجح فيها. النهارده امام الجونه غير هو حب يغير طريقه اللعب لعب كره هجوميه فتح الخطوط بدا يضغط من قدام فده ادى مساحه للجونه انها تقدر تشتغل في خط ظهر الدفاع حرس الحدود تمام. بالرغم ان عندك تاحه محمد عبد الفتاح والشبيلي يعني ما عندهمش السرعه الكافيه فده ممكن النقطه السلبيه اللي تؤخذ النهارده شويه على كابتن طارق عشري ان هو حب يغير اسلوب اللعب لا هو لو هو شغال على اسلوب لعب سواء في ملعبه او بره ملعبه لازم دايما يحتفظ بيه علشان يعني يبقى يقدر يحقق المكسب لكن النهارده الجونه في معظم اوقات المباراه كان هو الاخطر هو الاقرب للتهديف طبعا حرس الحدود بعد ما احراز الهدف في اول دقيقه في الشوط الثاني اتيحت فرصه لو كانت جت كانت ممكن تلاقي سيناريو سير المباراه اتغير لكن صح. طبعا يعني بنبارك طبعا للكابتن حماده السدي وحسام غالي على النتيجه طبعا اعاره زي ما كابتن ماهر قال انت خدت الوقت اعاره احمد حمدي واعاره احمد ياسر ريان اعاره ناجحه هم فعلا يعني لا رضوان كان معاهم قبل كده عمر رضوان لا انا بتكلم ان عمر يعني من ناشئين الاهلي برضه في يناير احمد ياسر ريان واحمد حمدي خامات كويسه جدا وكانوا بيلعبوا مع فريق الشباب خلال الدور الاولاني تمام بسبب ان ما فيش اتاحت فرصه كويسه ليهم مع الفريق الاول فدي اعاره كويسه
مع خبرات اكبر مع احتكاك اقوى، فان شاء الله يبقى اليوم عوده مره ثانيه زي نصر ماهر بالظبط. راح بتروجيت راح قبل كده راح سموحه اكتسب خبرات وبيرجع دلوقتي ما شاء الله شغال بشكل كويس. تمام. قبل بس ما اروح للكابتن عادل وننتقل الى مباراه سموحه وامبي، عايز اقول لحضراتكم او سمير شيكا بيقول ممكن ياخد اخر 20 دقيقه لو احنا متقدمين في النتيجه. ده بالنسبه لتعليقات حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك. السيد الالفي بيقول اسلم لسانك كابتن اسلام، متشكر جدا وصالح اضافه قويه واجتهد ويقدم كل اللي عنده. عرف السيد بيقول ان شاء الله هيبدا اساسي وهيعمل حاجه حلوه يا رب، نتمنى له كل التوفيق. مصطفى البحيري بيقول مساء الفل يا ابو الكباتن، يشارك كبديل احسن وناصر ماهر يبدا المباراه. شويه محللين احنا عندنا برضو طبعا جامدين جدا، الناس دي اللي بتدفع طبعا تدفع وتتعب طبعا. الحمد لله على كل شيء، هو اسمه كده الحمد لله على كل شيء. السلام عليكم يا كابتن اسلام، انا محتاج اكلم حضرتك. تمام. السيد شحاته بيقول تحياتي ليك يا كابتن اسلام، صلاح هيشارك، صالح هيشارك وهيكون اضافه قويه. مساء الخير يا كابتن اسلام، يبدا اساسي طبعا بس طلب اعرض اغنيه الاهلي الجديده، مش عارف بقى دي ممكن ولا مش ممكن. مصطفى فتحي احنا بنقول الاسم يعني لازم نقوله كده بس، واستاذنا من الاستاذ محمد. اكيد صلاح جمعه على قدر كبير من المهاره وهيفيد الاهلي كتير، ده احمد نبيل. لازم لان الاهلي محتاج صانع لعب. تمام، اكيد هيشارك، احنا في انتظاره. كلامك كان كويس، اشكرك اشكرك. يا رب صالح يشارك، اكيد هيفيد الفريق بشكل كبير. ده عبده ابو الفخران، يا رب صالح تبيض وشنا بقى ان شاء الله، يبيض وش كل الاهلاويه. ابعتوا لي تاني ما بين كل مباراه ومباراه هاخد برضو كلام حضراتكم او تعليقات حضراتكم، هل يستحق او هل سيشارك صالح جمعه كاساسي منذ بدايه المباراه. طبعا ضيوفه هيجاوب على هذا السؤال بس اخر بقى حاجه خالص بعد ما نخلص الثلاث مباريات. المباراه الثانيه يا كابتن عادل سموحه وامبي، يعني كيف رايت هذه المباراه؟ هو الحقيقه الاثنين مدربين علي. طبعا علي ماهر امبي امبي في واقع تحت ضغوط كابتن عادل، وكان بيدرب سموحه قبل كده، فطبعا عمليه فيها نوع من الضغط العصبي، وطبعا الادارات بعض الانديه بتبقى يعني بتتعامل مع المدير الفني بالمباراه. طبعا عادل عبد الرحمن ما نقول لسه ما بقالوش فتره وجيزه جدا، بقالوش يومين ثلاثه وطبعا بتبقى دايما في مع نادي سموحه بتبقى النتائج بتقعد المدرب او بتمشيه، وبالتالي تحس ان اللعيبه كانت مضغوطه جدا النهارده ضغط عصبي غير طبيعي، لذلك حتى في بعض الفرص اتيحت للفرقتين ومع ذلك تحس انه نتيجه الشد العصبي ما فيش كنترول على العضله بحيث ان انا ممكن اركنها في الزاويه ببساطه، وده طبعا اثر على الاداء. العنف اللي كان موجود كان عنف غير طبيعي مع فرقتين ما شفناهوش قبل كده، كل كرة إصابات بالجملة ودم في المباراة، كلهم كانوا لابسين صحيح 3-4 لابسين 3-4 لابسين العمم دي في الإصابات، ده غير بقى الإصابات الثانية. أعتقد أن يعني كان ماتش عصبي جدا، حتى التمريرات يعني لا تكتمل، يعني ما فيش مثلا جملة خمس ست نقلات، ما فيش جملة باصة والثانية وتحس أن هناك على طول يا إما فاول بول يا إما إنذار يا إما يعني حتى النهارده طاقم التحكيم تجاوز عن الخشونه في بعض فترات كتير المباراه، لكن هناك فرص من هنا ومن هنا نتيجه الشد العصبي الزياده، ما فيش كنترول ان انا على العضله بتاعتي بحيث ان انا اركنها وانا في وضع متزن نفسيا او عصبيا. الماتش مش حلو للفرقتين والنتيجه عادله عادله 1-1 صفر صفر، دي يعني النتيجة عادلة بالنسبة للفرقتين لما حدش كان فيهم متفوق على الثاني، يستحق ان هو يكسب هذه المباراة. كابتن ماهر، كابتن عادل عبد الرحمن مديرا فنيا جديدا لنادي سموحة، سموحة وامبي الحقيقة الاثنين بالنسبة لي لغز محير، يعني عندهم استقرار اداري غالبا بيكون في استقرار فني، ايه اللي بيخليهم يعني لسه ما وصلوش للمرحلة؟ يعني احنا واحنا قاعدين بنتفرج على المباراة مش مستمتعين بالمباراة. هو طبعا يعني عادل لسه وافي جديد ثلاث ايام، وحتى علي اربع خمس ماتشات، فمش هيبان لسه اسلام اسلوبه واخد بالك وشخصيته اداؤه من خلال يمكن عادل اول مره بالنسبه له موجود في الدوري الممتاز، لكن يمكن علي ماهر اكتسب خبرات قبل كده بوجوده في الاسيوطي العام الماضي، وبعدين سموحه يمكن اكتسب بعض الشيء من الخبرات من اداؤه في الدوري الممتاز. عادل عبد الرحمن هياخد وقت، يعني احنا عادل طبعا هي مرحله حرجه ومرحله صعبه لعادل
ان هو زي ما انت قلت ان في استقرار مادي ولوائح ولعيبه وكيان في نادي سموحه بالظبط ومطالب النتائج، ودي مشكله مجالس الاداره اللي احنا شفناها خلال الفتره اللي فاتت، ان كل رئيس نادي دلوقتي عايز عصايه سحريه، عايز المدرب اللي يجي يحقق مكسب ورا مكسب ورا مكسب، وانا شايف ان دي هتبقى فيها شيء من الصعوبه، لكن بنتمنى ان نعادل بسرعه زي ما اتكلمنا على حماده وطارق، وقلنا الاعداد الفني من خلال رؤيته للمباريات اكيد عادل الفتره ديت بيقعد ويتفرج على المنافس اللي هيلعبه، يبدا يحضر له من الناحيه الفنيه من الناحيه البدنيه التشكيله المناسبه. لو احنا بصينا هنلاقي ان سموحه عندها من اللعيبه المميزه كابتن اسلام، يمكن من حراسه المرمى يمكن محمد ابو جبل، وعنده احمد صبحي في الباك رايت، محمود عزت والسيد فريد ومحمود منصور، ده عنده ثبات يمكن في خط الظهر بشكل كبير، عنده اسلام صلاح والشيخ احمد في نص الملعب بامبا و أومد أكري ومحمود سيد ومحمد حمدي. خلينا ناخد رئيس نادي سموحه المهندس فرج عامر. يا باشمهندس ازي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام وبمسي على كل جيب حضرتك والكابتن عادل تعيمه والكابتن همام كابتن اسامه حسني. كابتن اسامه حسني. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني انا لسه الحقيقه النهارده، اولا انت ليك النهارده في هدف انا شايفه مش تسلل الحقيقه، يعني ما هو مش تسلل ما هو حضرتك شايفه مش تسلل، وكل الدنيا والعالم شافته مش تسلل الا الحكم. الحامل الرايه، حامل الرايه، انا اسف، صح. يعني حضرتك يعني هو طبعا الخطا غير مقصود طبعا، اضرنا اخر ضرر. يعني يمكن حتى احنا الماتش اللي فات الجون الاول والجون الثاني، الجون الاول لمسه يد واضحه والثاني اوفسايد، ما علينا، سيبنا من ده، خلينا في النهارده. الاسبوع ده جون سليم 100%. لو كان الجون ده دخل كنا احنا رحنا حته ثانيه خالص، كان الماتش اتفتح والدنيا اتغيرت بشكل فظيع جدا. نعم. طيب انا طبعا في حاله نفسيه سيئه جدا يعني. طيب باشمهندس، انا لسه كنت حتى بسال الكابتن ماهر، هناك استقرار مادي، استقرار فني، استقرار اداري في نادي سموحه، انا متخيل ان حضرتك كنت منتظر اكتر من الفرقه خلال هذه الفتره. ما هو للاسف صادق، بص هو الفيك، بص انا مش عايز اتكلم، هو بعض، لا اتكلم يا باشمهندس، بعض المباريات كان عندنا اخطاء تحكيميه فظيعه جدا جدا. نعم. جدا. يعني طبعا وفي بقى توفيق وعدم توفيق، كان ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. بص انا عندي مجموعه هائله من اللاعبين. نعم. يعني عمليه تنظيميه اكتر، مش اكتر منها تنظيميه، حتى كمان مش دول، مش يعني مع الاحترام لهم هم ناس ممتازين وكله، لكن انا من وجهه نظري في ثلاث عناصر اساسيين غايبين هيلعبوا على مدار الماتشات الجايه، هتشوف الفرقه كمان بشكل افضل، لكن في النهايه طبعا ده راي المدير الفني. طبعا. انا شايفه يا هم يعني مصابين، خدت بالك؟ تمام. ان شاء الله لما هو كده يبقى اربع عناصر يا باشمهندس، اكتر واحسن كده يبقى اربع عناصر. حكايه الاخطاء التحكيميه دي انا مش مسيطر عليها طبعا، ولا اقدر اسيطر عليها، بس كده يبقى اربع عناصر، ثلاثه مصابين وواحد انت كاتب ان هو هيبقى مفاجاه يعني. بكره. طب مين؟ لا ان شاء الله لما يوصل بس حد افريقي يعني؟ عندنا ناس، مش عايز يقول لنا. طب احنا اسكندرانيه، ده احنا اسكندرانيه زي بعض يا باشمهندس. بدون ما الموضوع ينتهي لسه ما انتهاش. وارد يحصل اي حاجه. طب خلاص انت لعبت النادي الاهلي يا باشمهندس، مش مهم بقى اللي جاي. نعم. بقول لحضرتك انت لعبت النادي الاهلي، مش مهم اللي جاي بقى. ربنا يسهل يا باشمهندس، ان شاء الله تبقى الامور جيده. بكره ان شاء الله حضرتك هتعلن عن صفقه جديده لنادي سموحه، وصفقه مهمه زي ما حضرتك كاتب. ان شاء الله لو ربنا اراد باذن الله. بالتوفيق يا باشمهندس. مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. يعني طبعا واضح جدا ان هو متضايق من التحكيم النهارده، هو فعلا له، معرفش انا ده وجهه نظري، معرفش وجهه نظر حضرتك، الجون اللي اتلعبت كره بالعرض وحطها محمد حمدي افتكر او مين، ده هدف صحيح نظري. هدف صحيح. حضرتك شايفه ايه؟ الاخطاء وارده، بس انا من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي بدعو كابتن عصام عبد الفتاح. لان العالم كله بيتفرج علينا. في بعض الحكام اوزانها زياده قوي قوي قوي، ما ينفعش يبقى كل حكام افريقيا. حكم ساحه ولا مساعد؟ الاثنين.
يعني يراجع التلفزيون، يراجع التلفزيون كده تشوف الشاشه، تشوف الاوزان بتاعتنا زياده على اللزوم. احنا انت حضرتك دلوقتي شايف الشاشه باين ان انت زياده شويه 5 كيلو هي 5 6 كيلو. لا 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 انا عارف ان انت عارف الكلام ده، بس بنقول يمكن انا بقول ده ليه؟ لان احنا عناصر اللعبه مهمه جدا. نعم. فانا لما اكون الشكل الجسم القوام بتاع الجسم مع الشخصيه، حتى لو انا فنيا اقل شويه بتبان القوام مع الشخصيه، بتضفي على اللاعبين الجزء من الاحترام، وبعدين ببقى بقى ورا اللعبه. لكن لما اكون انا وزني زياده بده يعني الناس كلها تتفرج علينا، الدوري المصري، العالم العربي كله، حتى المصريين اللي في الخارج، بره في الخارج في اوروبا بيشوف يعني المنظر ده، اوروبا امريكا. بدعوا الكابتن عصام واللجنه الحكم يبقى فيه القوام والوزن يبقى فيه الوزن المعقول. الاخطاء وارده واحنا شفنا اخطاء بس سموحه اكتر من كده. معلش بس السنه دي يا كابتن اسلام، بدون اقطع كلامك وبدون اقطع كلام الكابتن عادل، يعني انا اتفق مع الكابتن عادل 100% في النقطه دي. انت واخد بالك برضو من الاوزان؟ لا لا مش حكايه الاوزان، انا بتكلم السنه دي. السنه دي انت بتطور، بتحاول تطور في ملاعب، بتحاول تطور في السلعه بتاعت كره القدم. الانديه بتدعم بشكل كبير، بتدخل شغل طبعًا. كبير. الوحيد اللي ما استعادش السنه دي في المنظومه الرياضيه هو التحكيم. السنه دي شايفين اخطاء كارثيه في كل المباريات، لا واخطاء سهله يعني، في العاب بتبقى صعبه ممكن الناس تختلف فيها، بس لا في اخطاء. النهارده انا شفت يعني، انا من الاول شايف الكره بتاعت سموحه دي جول. انا ما شايفها كده من اول لقطه يعني. لو غير كده في خد ماتشات كتير للاهلي كمان، مباراه زي الاهلي وانتاج الحربي اللي حصل الجون سليم وضربه الجزاء بتاعت وليد ازار، وليد ازار، وغير خد بقى كده ماتشات كتير كمان. وخد بالك دي بترحل، بترحل اجهزه كمان، في اجهزه فنيه على اعلى مستوى بترحل بالسوق التحكيم بالظبط. يعني 12 نادي غير يعني نادي بس استثمار نادي كامل. علشان كده كابتن اسلام السنه دي الحاجه الوحيده اللي بتنافس النادي الاهلي هي الاصابات والتحكيم. اصابات والتحكيم، اصابات وتحكيم. يعني الاستاذ فرج عامر اهو راجل زعلان ومكتئب من الاخطاء التحكيميه. وخلي بالك برضو وفعلا بيتكلم يا اسلام صح، زي ما حضرتك بتقول وزي ما كابتن اسلام بيقول، زي ما كابتن عامر بيقول، احنا في استقرار اداري، الفني بيروح ويجي، كله بيتطور من نفسه السنه دي، بس كله بيتطور من نفسه. خلي بالك بيقول في مفاجاه جامده جدا. شوف شكل الجدول بتاع المسابقه كابتن عادل، هتلاقي كل الفرق قريبه من بعضها، بدايه من المركز السادس او السابع لتحت ل 18 كله، مفيش 2 بونت 3 بونت. يعني مباراه كان الجونه تحت كسب مباراه النهارده، طلع بقى في المركز النهارده اسامه. خد بالك سموحه لو كسب ست مراكز، ست مراكز سموحه لو كسب العمليه قريبه. يعني احنا عاملين زي السلم والتعبان. صح لعبه السلم والتعبان بالظبط. السلم ممكن 3 بونت يطلعوك ست فوق، ست مراكز بالظبط كده، وثلاث نقاط ممكن في الخساره ينزلوك لتحت. هو النهارده بيتكلم كمان يا اسلام على مكان السموحه. هو بيقول لو كان خد 3 نقاط كان بالظبط كده هيبقى 6 بونت، كان ممكن هيبقى بعد المولين قريبين من بعض، يعني يبقى قريب من المولين المركز السادس، فبتفرق طيب. بشكل كبير يعني. احمد امين بيقول الشناوي، هاني سعيد، هاني وسعاد، سمير وياسر ابراهيم ومعلول وندفد وحمدي، فتحي وناصر ماهر والشحات ورمضان واجايه، ده تشكيل النادي الاهلي بكره. ابو بيبو بيقول والله يا كابتن منور اشكرك جدا. محمد انا بشكرك شكرا جزيلا. احمد مجدي بيقول حبيبي يا كابتن اشكرك، احنا عايزين التشكيل مش عايزين. يا ريت يا كابتن صالح يشارك بشكل اساسي، ده محمد خليفه. كينج كينج بيقول اكيد هيبقى بديل من احسن اللعيبه والله، ربنا يهديه. اسلام الحوشي، مجدي وانس بيقول مساء الجمال يا كابتن انا بشكرك شكرا جزيلا. مجدي وانس بيقول مساء الجمال على كابتن مصر. يا ريت الصالح والله يا كابتن. يعني حضراتكم بعت لي تعليقات كثيره جدا، خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نتكلم عن مباراه الاهم الحقيقه او الافضل من وجهه نظر الجميع النهارده، مباراه نادي الداخليه والانتاج الحربي، ومباراه انتهت بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين 2-2 و2 طرد في الانتاج الحربي وخناقه في اخر الماتش وقصه كده كبيره جدا. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم مع حضراتكم عن هذه المباراه الاخيره. الاسماعيلي يتظلم على قرار استبعاده من دوري الابطال، يعني هو طبعا تظلم كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين. هحاول بس اختصر واعرف مجلس اداره النادي الاسماعيلي عن اسفه الشديد لما اسفرت عنه احداث مباراه الافريقيه التي تسببت فيها بعض العناصر التي اندست وسط جماهيره وكانت نتيجتها استبعاد فريق الكره من دوري الابطال. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي ان مش ده جمهور الاسماعيلي، دايما بتلاقي فيه حاجه كده، دايما بتلاقي فيه طرف ثالث هو اللي بيعمل
القصص. معنى التظلم اللي عامله النادي الاسماعيلي ان هو يعني بيؤكد على ان النادي جمهور النادي الاسماعيلي لم يفعل شيء، وان كل اللي بيحصل ده كان من فئه وهي موضوعه في تحت الاتهامات. وقال ان برضه لا دخل للاداره او الجهاز الفني او اللاعبين، وهي امور تامينيه. شدد مجلس اداره النادي الاسماعيلي على انه لن يفرط في حقوقه وحقوق جماهيره. ده ملخص تظلم النادي الاسماعيلي على قرار استبعاده من دوري الابطال. كابتن عادل، المباراه الاخيره وهي الافضل والاحلى الحقيقه، مباراه الداخليه والانتاج او الانتاج الحربي والداخليه، وجهه نظرك في هذه المباراه او كيف رايت هذه المباراه؟ الحقيقه الكابتن مختار والكابتن علاء عبد العال والاثنين من عناصر وانتاج النادي الاهلي، مدربين النادي الاهلي المتفوقين على نفسهم، امتعونا كره قدم النهارده من خلال جمل، من خلال استحواذ، من خلال خطوره على المرمى الانتاج، خطوره على مرمى الداخليه. طول المباراه بتحس ان 90 دقيقه والوقت بدل الضايع بيمروا عليك كانهم يعني 5 دقائق و 10 دقائق. نتيجه الاداء الممتع الجميل جدا. المباراه شهدت مع الامتاع ده 10 كروت صفر واثنين حمر، لا ولا 8 و2 8 و2 ما هو اللي اتطرد خد انذار ثاني، كروت وفي انذار ثاني، يبقى ايه؟ يبقى يعني كارتين حمر. طبعا لحد اخر دقيقه هي برضه كلها ضرب وكلها مش عارف ايه، بس كانت حلوه، بس مش ضرب الضرب اللي هو مؤذي، مش الحاجات اللي فيها دم يعني انت فاهم، الحاجات اللي فيها دم فيها عصبيه. ليه؟ لان بتبص تلاقي مثلا حسام باولو في الدقيقه 85 والدقيقه خلاص الماتش بيقترب من النهايه، بتتعمل له من اسلام جابر نجم الجميل ويحطها في العارضه. ده لو هو عصبي ما كانش يحطها بالدقه دي، صحيح هو كان ممكن يجيبها يلعبها احسن من كده، لكن اللي تحس ان لحد اخر دقيقه في نقل وفي كوره، حتى الانتاج الحربي وهو ناقص تحس ان هو ممكن في اي وقت كان ممكن يخطف المباراه. فالمباراه ممتعه في ادائها، وبرضه بنضيف على برضه المدربين، لان برضه انا عنصري شويه في الحته دي، ان النهارده عادل عبد الرحمن بيخش بيبقى برضه اضافه لكوادر المدربين بتاعت النادي الاهلي اللي بتشتغل في الدوري الممتاز، ويبقى علي ماهر وعادل عبد الرحمن وعلاء مختار وحسام وكل المجموعه وحماده صدقي، كل المجموعات دي حاجه بتبشر ان النادي الاهلي الكوره الجميله دي اللي احنا بنشوفها ده جهد اداره وجهد مدربين. النهارده الداخليه الحقيقه متفوق على نفسه، بيلعب في ملعب حرس الداخليه اذهلني، يعني بيلعب كابتن اسلام ده بيلعب بثقه، ده بيلعب في ملعب الانتاج الحربي وبيلعب بثقه غير طبيعيه، وفي الاوقات الصعبه جدا بتبص تلاقيه يعني اداؤه سلس ويعني وفي فنيات عاليه جدا من الاثنين المدربين النهارده. والانتاج الحربي طبعا كابتن مختار عامل شغل اكثر من رائع، صح، لكن انا باخد على كابتن مختار، مفروض ان انا بامن النهارده الجانب الدفاعي، لان انا عندي الوسط الملعب والمهاجمين عاليين جدا، عاليين، محتاج انا قلبي الدفاع محتاج تدعيم في يناير علشان نتائج الانتاج الحربي تبقى في المقدمه باستمرار ان شاء الله. كابتن ماهر، يعني انا كنت بكتب لسه حاجه، افارقه الانتاج ضد الداخليه، يعني افارقه الانتاج عنده جيم ستيدي وموسى ديوارا وعبد الوهاب اناني اللي هو بيلعب سيرد باك قلب دفاع، الثلاثه دول الحقيقه عاملين فرق كبير جدا مع كابتن مختار. يعني يعني جيم ستيدي كان ده بتروجيت، لما راح الانتاج بقى حاجه ثانيه الحقيقه. زي ما اتكلمنا كده على شخصيه الاثنين المدربين، مدرسه النادي الاهلي واضح قوي ان مختار عامل حاله مع نادي الانتاج الحربي، ثبات في التشكيل بقاله سنتين، الاداره اديته الثقه بشكل جيد، في استراتيجيه بتتعمل للانتاج الحربي خلال الفتره ديت، تنسيق بين قطاع الناشئين وبين الفريق الاول، عندنا حوالي يمكن 7 لعيبه مجروحه كابتن من قطاع الانتاج، كابتن ماهر شهادته مجروحه شويه، طبعا 7 لعيبه كمان من تحت السن موجودين للانتاج الحربي كابتن اسلام. زي ما كابتن عادل قال كده، يمكن الكابتن مختار واضح قوي ان النهارده الجيم كان جيم مفتوح بين الفريقين، الاثنين المدربين عايزين يكسبوا المباراه. يمكن الانتاج كسب المباراه الاولانيه في الداخليه في الدور الاولاني، النهارده جاي الكابتن علاء عايز يرد الاعتبار، عايز يكسب المباراه. واضح ان المباراه كانت مفتوحه بالنسبه للفرقتين، يمكن هدفين لكل فريق من اجمل الاهداف اللي شفناها، حاجات فيها كونتر اتاك، حاجات فيها مهارات فرديه واحد ضد واحد. يمكن كمان عايزين نحيي حسام باولو
اللي هو هداف الدوري ب 10 اهداف مع كبر سنه كمان يا كابتن اسلام، باين عليها يعملها تاني. لكن تحس ان فعلا الراجل ده بيحافظ على نفسه بشكل كبير جدا، جايب النهارده الهدف الثاني بشكل يعني احترافي حسام، وضيع جونين بس وضيع صراحه يعني في الدقيقه 85 الاولاني واحده في اخر الشوط الثاني بالظبط، كانت ممكن اسامه ممكن تنهي المباراه الصعبه تيجي ولا لكن الحزن اللي باين عليه في اللقاء يا اسامه كابتن عادل بعد المباراه هو حزين طبعا من الفرصتين اللي بيتكلم عليهم اسلام في اول مباراه وفي اخر المباراه كانت ممكن تفرق مع الداخليه بثلاث نقاط، لكن عايز اقول لك اني انا بحييه من خلال استوديو ملعب النادي الاهلي بالسن ده وبالحيويه دي والنشاط دي مجتهد ومجتهد ويحافظ على كيانه ويحافظ على شخصيته ويحافظ على ادائه للسنه الثانيه على التوالي كهداف للدوري العام، فتحيه خاصه لحسام باولو. نتمنى بقى للفرقتين الفتره اللي جايه ان مرحله التعادل بقى الانتاج يطلع من مرحله التعادل دي، محتاجين الثلاث نقاط ان شاء الله. طيب خلال خلينا ناخد حسام باولو هداف الدوري العام هذا الموسم. ازيك يا حسام؟ ايه المفاجات الجميله دي؟ السلام عليكم، ازيك يا كابتن اسلام؟ الله يخليك، تحيات طبعا الكابتن عادل طعيمه والكابتن ماهر همام والكابتن اسامه حسني. لسه كانوا بيقولوا في قصيده شعر، انا كنت بقطع فيك هم كانوا بيقولوا في قصيده شعر. الكابتن محترمه طبعا فوق دماغي وكلامهم كله فوق دماغي يقطعوا فيها، انا على قلبي زي العسل. لا ده انا اللي كنت بقطع فيك مش هم. لا انا بتكلم على الكره الاولى اللي انت ضيعتها اللي اتحطيت لك في اول كره خالص في الشوط الاولاني وحطيتها بشمالك جنب العارضه، مش كان ممكن تحطها من فوق الجون مثلا؟ انت شايف اكتر طبعا كابتن. انا روحت البيت انا مش عايز اكلم اي حد خالص بالصوره دول، انت عارف ان دول استعانين قوي صح، الاولانيه والاخيره. الاولانيه والثانيه انا خلاص هي جايه كابتن من ناحيه. يا باولو لا صوتك رايح، لو سمحت اقعد في حته كويسه وحاولوا تتصلوا بيه مره ثانيه يا جماعه. معانا ولا؟ طيب حاولوا مره ثانيه وقولوا لي اقعد في حته كويسه عشان نعرف نتواصل معاه. اسامه في نقطه يعني في نقطه اتفضل يا كابتن بسرعه كده. كابتن علاء كل سنه لازم يطلع نجم، والنجم ده يجيب للداخليه مبلغ محترم. عنده اسلام، اسلام جابر، اسلام جابر راح منتخب وكل سنه يطلع كان احمد نجم. علاء احمد علاء النادي الاهلي اشتراه، وقبل كده برضه السنه اللي قبلها حسام وكان جاي له اسلام جابر اعاره، واسلام جابر يا كابتن جاي له بيراميدز لا وجاي له عاره، وجاي له عاره، هو جاي اعاره من المقاصه اعتقد او من سموحه، بيراميدز طالبه اليومين دول ان هو المقاصه محتاج شغل. ده شغل الكابتن علاء عبد العال ان هو دايما كده مع الشغل ومع الجهد ومع امكانيات يعني طبعا ضعيفه جدا بيقدر مع جهده بيبرز النجوم دول يعني. تمام كابتن اسامه، انا برضو جيمس تيدي في بتروجيت كان حاجه، راح مع الانتاج بقى حاجه ثانيه يعني، انا كنت شايفه اقل كثيرا في بتروجيت مع الانتاج الحقيقه كابتن مختار وظفه بشكل كويس. موسى ديهارا ده برضو لعيب جامد قوي قوي، وعبد الوهاب انان على الرغم من انا واحد من الناس المعترضين جدا على ان نجيب سردباكات لانه احنا عندنا مشكله اساسا في هذا المكان في مصر. نعم 22 سنه ايوه كابتن انا معترض ان انت تجيب سردباك افريقي افريقيه او اجانب عشان انت محتاج تطلع الفتره اللي جايه، ده مش موضوعنا يعني يبقى نتكلم فيه بعدين. الثلاثه دول يا اسامه عاملين فرق كبير جدا مع الانتاج الحربي الحقيقه. طبعا وكمان الكابتن مختار عينيه حلوه في اختيارات اللعيبه، طبعا لو اتكلمنا عن الانتاج الحربي مش من الفرق اللي بتضخ اموال كبيره عشان تقدر تشتري لعيبه بامكانيات كبيره، لكن الكابتن مختار حتى في اختياراته حتى في اللعيبه الصغيره اللي بياخدها ممكن اعارات او من شباب النادي الاهلي لا يعني عينيه حلوه وبيقدر يعمل توليفه كويسه، لكن النهارده يا كابتن اسلام لما نشوف مباراه بين الانتاج الحربي والداخليه بالحلاوه دي وبالاهداف دي ده يرجع برضه للاستقرار الفني. نعم. كابتن مختار السنه الثانيه على التوالي حافظ فرقه الانتاج بشكل كبير، كابتن علاء عبد العال سنوات طيب معلش يا اسامه قبل ما تتكلم نروح لحسام باولو هداف الدوري العام هذا الموسم حتى الان، احنا لسه كنا بنتكلم لما هو بيجي الداخليه بيبقى هداف، خدت قبل كده مرتين يا حسام مش كده؟ هداف الدوري بفضل الله كابتن اسلام مع الداخليه اول سنه ليا 20 هدف نعم والسنه الثانيه مع سموحه هداف الدوري واسرع هدف هداف الدوري واسرع هدف. السنه دي ممكن توصل ل 20 هدف يا حسام، انت شايف ايه؟ ولا المباريات اصبحت صعبه؟ والله يا كابتن اسلام احنا بنتعب وبنتمرن وبنجتهد كتير مع الكابتن علاء والجهاز الفني نعم واحنا بس اهم حاجه الفرقه تقف في الدوري وبعد كده كل حاجه هتيجي ان شاء الله. حسام يعني الحقيقه احنا لسه كنا بنتكلم ان الداخليه اصبح فريق
رائع، يعني مجموعة من اللاعبين جيدين سواء على الاطراف أو على الجناب أو في خط الوسط أو محمد صبحي الحقيقة كحارس مرمى عاملين توليفة كويسة جدا. يعني أنت اللي في الآخر بقى بتخلص الكلام ده كله، قول لنا إيه سر التوليفة دي؟ والله يا كابتن اسلام يعني مشكورا، بشكر الكابتن علاء طبعا اللي قدر يرجعني بيتي تاني وقدر يرجع حسام باولو تاني، انت عارف حضرتك يا كابتن اسلام. طب وايه سر العلاقه دي برضو يا حسام، يعني اشمعنى كابتن علاء؟ ما انا بقول بكلم حضرتك بقول لك بعد ما ربنا كرمني خدت هداف الدوري سنتين ورا بعض طبعا في الداخليه ورحت سموحه نعم ورحت الزمالك يعني انا ماشي من سموحه وانا عندي 6 اهداف في 4 مباريات، فطبعا اما رايح نادي الزمالك نادي كبير انا قلت كل دقيقه هجيب جول طبعا كل دقيقه انا يعني بلعب في نادي كبير وتحتيا شيكابالا وايمن حفني ومصطفى فتحي ومحمد ابراهيم واستني يعني كان معايا نجوم على اعلى مستوى، ف ما جبتش ولا جول، الدنيا متغيره خالص. تستاهل تستاهل ما جبتش ولا جول، ما قدرتش استحمل اللي ماتش اطلع بره ال 18 واطلع بره، فما قدرتش. انا بحب العب كتير نعم، حبيت ان انا اخرج من نادي الزمالك اجرب تجربه الاتحاد، لقيتها برضه الدنيا مدلمه في وشي. رحت المقاولين اروح ابقى ماشي كويس واقعد وما ملعبش مش عارف، فقلت لا انا ما قدرتش استحمل الصراحه. رجعت البيت بقى بيتي ورجعت الكابتن علاء بقى طبعا اللي عمل حسام باولو وعمل لعيبه كتير جدا يعني. بيعرف الكابتن علاء يتعامل معاك يا حسام؟ والله يا كابتن اسلام هو بيعرف يتعامل وعارف امكانيات كل لعيب وبيعرف يجيب اللعيبه اللي هي هتبني النادي الداخليه فعلا، مش ان هي مثلا تقضيها سنه وخلاص والعب وابقى مستوايا كويس عشان اروح نادي ثاني، لا انا راجع السنه دي انا عارف ان انا الماديات قليله جدا بس انا راجع بيتي عشان ارجع اسم حسام باولو ثاني. حسام انت حاسس ان انت اتظلمت الفتره اللي فاتت عشان كده يعني ربنا بيديك اليومين دول؟ والله يا كابتن اسلام انا اتظلمت سنه ونص، انا السنه ونص دول كان عندي طموح بعد ما اخد هداف دوري سنتين ورا بعض العب كاس عالم والعب كاس افريقيا، فده كان طموحي وبعون الله يا رب السنه دي برضه هحاول ان انا اتعب واجتهد مع فرقه نادي الداخليه عشان عندي طموح ان انا العب في المنتخب في منتخب مصر، انا نفسي امثل منتخب مصر ان شاء الله تبقى يبقى حلم وقريبا جدا يتحقق يعني. نتمنى حسام يبقى في النادي الاهلي ما يعني نعم لف على 5 6 انديه ما فيش منهم النادي الاهلي، انت لو جيت النادي الاهلي كنت جبت 70 80 جول بقى كده. ده كلام الكابتن عادل طبعا طعمه ليك يا حسام، ونتمنى نشوفك في النادي الاهلي يا حسام. والله يا كابتن مصر انا اتمنى لو العب في النادي الاهلي لو شهر واحد، شهر واحد بس شهر واحد. عايز تلعب في النادي الاهلي شهر واحد؟ اتمنى ماتش واحد الاهلي شهر واحد. طب ماتش واحد مش ماتش واحد. لا انت تستحق الافضل والافضل دائما يا حسام، لان انت شخصيه محترمه وشخصيه بدات من تحت الصفر كمان مش من الصفر، فمن يعني نتمنى لك يا رب كل التوفيق ونتمنى لك يا رب التوفيق خلال الفتره اللي جايه في كل المباريات اللي بتلعبها. شكرا يا حسام على وجودك معانا. كابتن حسام باولو هداف الدوري العام حتى هذه اللحظه، حتى الاسبوع ال20 الحقيقه لسه فاضل، انا متخيل ان حسام هيفضل مكمل كده في المباريات القادمه ان شاء الله ربنا يوفقه بعيدا عن مباراه الاهلي. طيب بكره ان شاء الله في 3 مباريات زي ما حضراتكم عارفين، بتروجيت والاسماعيلي ان شاء الله اولى المباريات الساعه 2:30 في استاد جهاز الرياضه العسكري، ده في مؤجله من الاسبوع ال19. ايضا مباراتنا بكره هنكون موجودين مع حضراتكم علشان تحليل ما قبل المباراه وما بعد المباراه من خلال مباراه مصر المقاصه والنادي الاهلي اللي هتقام ان شاء الله غدا في تمام الساعه 5:00 مؤجله برضو من الاسبوع ال11. اما المباراه الثالثه الزمالك وبيراميدز، يعني طبعا ثلاث مباريات دول هيبقوا مهمين جدا جدا بكره. طيب دول عايز اعرف راي حضرتك برضو يا كابتن ماهر ويا كابتن عادل ويا كابتن اسامه عن ال3 مباريات دول، مباريات مهمه جدا بتروجيت والاسماعيلي و هنا. بس انت قلت لي الاهلي الاهلي ومصر مقصه مؤجل من امتى؟ الاسبوع الكام؟ مؤجل من الاسبوع ال11 عشان كان الاهلي بيلعب في افريقيا صح؟ مؤجل الاسبوع ال11. طب الزمالك وبيراميدز كان الاسبوع الكام؟ الاسبوع التاسع. احنا في الاسبوع الكام دلوقتي؟ ال19. 19 طب عشان الناس كانت بتقول مؤجلات الاهلي والحاج عامر بيرتب الاسبوع ال20 الحاج عامر بيرتب المؤجلات. طب الزمالك وبيراميدز كان في الاسبوع التاسع،
ما تلعبش ليه، والزمالك ما كانش عنده اي ارتباطات تماما. الاهلي الاسبوع 11 عشان كان عنده ارتباطات افريقيه وكان بيشارك في افريقيا ووصل لنهائي افريقيا. ده كمان الكلام ده هو التشتيت علشان انت ما تركزش في شغلك. لا التساؤل يا كابتن. هو اقول لك ان الزمالك رفض، اعتقد اللي انا فاكره ساعتها ان الزمالك رفض، قال لك ان الاهلي يلعب مؤجلاته الاول عشان العب انا مع بيراميدز. يعني هو الاهلي مثلا كان بيلعب، راح يلعب نهائي افريقيا، هلعب النهارده وراح العب. لا هو قال لك اجلها بقى لغايه لما الاهلي يلعب معظم مؤجلاته. هو ده اللي انا فاكره، انا ما اعرفش اتقال كده فعلا ولا لا، بس انا فاكر ان اتقال كده فعلا، بيقولوا لي اتقال كده. طيب ده بس تساؤل بس كده قبل ما تتفرج. ماشي، رايك يا كابتن عادل في الثلاث مباريات دول بشكل عام؟ ثلاث مباريات هنستمتع بيهم، وطبعا المباراه اللي بتهمنا في المقام الاول ماتش المقصه. النادي الاهلي بكره بيرجع للدوري بعد تصدره الجدول الدوري في بطوله افريقيا، وبالتالي بكره ان شاء الله التشكيل هيبقى تشكيل قوي، اللعيبه بالتالي يبقى فيه نوع من الانسجام. الفيتنس، اللياقه البدنيه ابتدت واحده ابتدت بترجع. بعض اللاعبين حسين الشحات، ناصر ماهر، معلول، هاني، كلهم ادائهم في تطور. بكره الاهلي والمقاصه في تطور طبعا، وطبعا المباراه دي هتبقى الساعه 5، وبالتالي مباراه في غايه الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. وكذلك طبعا كلنا هنتفرج على ماتش الزمالك وبيراميدز الساعه 8 ان شاء الله، الساعه 8. وطبعا دي مباراه برضو المتصدر مع المركز الثاني، وكلنا النتيجه بتهمنا كنادي اهلي، لانه التنافس بين الثلاث انديه ده طبيعي، تنافس طبيعي. وبالتالي ان شاء الله باذن الله تعالى الماتش المقاصه يكون من نصيب النادي الاهلي. مباراه صعبه، ومباراه صعبه بكل تمام. كابتن ماهر، ثلاث مباريات أقوية يعني ورا بعض، يهمنا طبعا يوم حلو بكره. المباراه الاهم مباراه الاهلي والمقاصه، نتمنى طبعا بعد مباراه افريقيا وقفلنا الملف الافريقي بالمركز الاول، وده بيحصل طبعا للجهاز الفني واللاعبين خلال الفتره اللي فاتت وجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته. يهمنا جدا مباراه بكره مقصه، من الفرق اللي اكتسبت خبرات بشكل كبير جدا، عندها مدير فني على اعلى مستوى. هم كمان يمكن بيحبوا يلعبوا مباراه قدام النادي الاهلي، بيبقى فيها اهداف كثيره، لكن نتمنى بكره ان شاء الله ان الثلاث نقاط دول مهمين جدا اسلام، يفرقوا معانا يعني عوده مره ثانيه للانتصارات في مباراه الدوري، وبالاخص يمكن المباراه ديت تفرق مع النادي الاهلي حتى في الترتيب وثقه العوده مره ثانيه لمباراه الدوري. طيب برضو وجهه نظرك الاسماعيلي والبتروجيت، طبعا في مباراه المصري والمقاولين برضو. انا اتكلم عن البتروجيت والاسماعيلي يا كابتن اسلام، مباراه مهمه للفرقتين، خاصة ان الاسماعيلي في مركز 17، بتروجيت في المركز 18، فمباراة مهمة جدا للاسماعيلي، المكسب فيها هيتحط بقى في منتصف الجدول. طبعا مباراة مهمة للاهلي والمقاصة، هو كمان يعني الاسماعيلي في ظل الظروف اللي هو فيها، في ظل الظروف اللي فيها طبعا، فمحتاج يخرج بمكسب يخرج الفرقة ويخرج الحالة اللي موجودة الاسماعيلي، خاصة بعد الاحداث اللي حصلت في مباراة افريقيا. الاهلي والمقاصة يعني لا بديل للنادي الاهلي عن الفوز على المقصه، لاستمرار عمليه المكسب عشان تقدر تدخل في عمليه المنافسه بشكل قوي. بيراميدز والزمالك يعني مباراه تحدد شكل المنافسه بعد كده، في ظل برضو ان لسه في مشوار طويل، بس اسبوع بكره مهم في تحديد شكل المنافسه فيما بعد يعني. تمام، نتمنى يا رب ان شاء الله ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز بكره، لان زي ما اتفقوا كل النجوم التحليل اللي موجودين معانا في ملعب الاهلي ان المباراه هي الاهم، هي مباراه مصر المقاصه والاهلي، لانها الاهلي يجب ان يفوز في هذه المباراه. طبعا كله بعد اذن ربنا، عشان بس ما حدش يقول انتوا عارفين الناس كله بعد اذن ربنا طبعا. فكل كل التوفيق غدا ان شاء الله للنادي الاهلي. ان شاء الله احنا هنكون موجودين بكره زي ما قلت لحضراتكم من الساعه 3، هنكون مع حضراتكم طبعا هنتكلم عن مباراه بتروجيت والاسماعيلي، ونقول لكم النتيجه بتاعتها، وهنتكلم طبعا تفصيليا بقى عن مباراه مصر المقاصه والنادي الاهلي، نجيب لكم كواليس ما يحدث في المباراه او ما قبل المباراه، وان شاء الله ما بعد المباراه، وان شاء الله بعد كده نسيبكم بقى تتفرجوا على مباراه الزمالك وبيراميدز. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، انا بشكر حضراتكم وشكرا جزيلا، وبشكر طبعا ضيوفي، انا معلش عشان جالي كحه. بشكر طبعا النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، والنجم الكبير كابتن ماهر امام، والنجم الكبير كابتن اسامه حسني، انا بشكركم شكرا جزيلا، بشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله بكره نلتقي في تمام الساعه 3 وحلقه جديده من ملعب الاهلي في مباراه الاهلي والمقاصه.